يحيجوا ضيوف وانت لسه ما لبستي؟ لا تخاف لسه في وقت، بس لخلص القالب بالبوس. شايفه خلاص؟ لا لسه في الكريمه بدي زينه. شو كل اللي بكيت؟ لك عندي عيد ميلادك، اهم عيد بالدنيا كلياتها. ما بعرف منين طلعتي لي بشغله عيد الميلاد هي. اصلا تقبرني كان لازم من زمان ساوي لك عيد الميلاد. بعد العمر حاسس حالي رجعت ولد صغير. حبيبي حضرت الكلمه اللي بدك تقولها لرفقاتك؟ ايه اسمعي لشوف واعطيني رايك فيها. هات لشوف. اصدقائي اصدقاء العمر، ترحل السنين وتبقى ذكريات الوفاء بين الاحبه حاضره في العيون لتقول دموعها شكرا لتلبيتكم دعوتي لعيد ميلادي الاول، شكرا لوفائكم. كيف شفتيه؟ ولك تقبر قلبي بتجنن. بابا انت اي ساعة كاتب على بطاقات الدعوة؟ الساعة 6. اه بتذكر منيح، ما تكون كاتب 8 ونسيان. حاكم اسمح لي، يعني انت صايرة الكام يوم عم تنسى؟ لا بابا متأكد انه 6 كاتب. طب هاي 7:30 وما حدا اجا؟ بجوز يعني مفتكرين انه 6 على التوقيت القديم. يا بابا صار له شهرين مغيرة الساعة، او يعني زحمة الطرقات اخرتهم. اي مو 1:30. بابا انت كم واحد عازم؟ 8. لما كنت بالوظيفة ما كانوا يتعزلوا من عندي. بابا بقدر شوف قائمة المدعوين؟ بأوضتي بدرج الكومودينا. بابا أكيد ما حدا رح يجي لأنك نسيان تبعت البطاقات. معقول هالعملة اللي عملتها؟ Happy birthday to you، لك كل سنة وأنت سالم يا أحلى أب بالدنيا كلها. بابا مرة كتير كتير شكرا بابا. الله يخلي لي إياك يا رب.